ليه طرد؟ طردوه حرمان اكس كوميونيكيشن، يتكلم في معاوية، خلاص انتهى في معاوية. معاوية هو من أسس أهل السنة والجماعة، يعني من أسس الاعتقاد في مذهب أهل السنة والجماعة، هذا دين معاوية. قال لك إيه؟ إكس كوميونيكيشن. يا كهنوت، أنتم كهنوت، نفس الكهنوت الغربي، ثم يحكمون على الدين والإيمان، أحيانا بدعة شرك، أحيانا كفر كفر، أحيانا يقسمون أنك في النار بمحض التقدير الإلهي قبل ليلتين. وذكروا أن أعود إلى لوثر، دخلت على أحد هؤلاء عالم شيعي، هدانا الله وإياه، شيء لا يصدق، لم أكد أصدق. الرجل باهل باهل، يعني جعل لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، باهل سنيا على أن أبا بكر وعمر وعثمان في النار، في النار في النار. وأسأل هذا العالم الشيعي، وأسأل الله له الهداية، لن أقول كما قال الإخوة هناك السنة، نسأل الله أن يموت على هذه العقيدة وأن يصليه نارا، حاشا لله. لماذا؟ نحن نتمنى الهداية حتى لماركس، حتى لنيتشه، حتى للملاحدة، لسنا كذلك. النبي تمناها لمن أرادوا قتله وذبحه في أحد، ولما طلب إليه أن يدعو عليهم قال إني لم أبعث لعنة إنما بعثت رحمة. وأنت تدعو على رجل مسلم موحد يؤمن بالكتاب ويؤمن برسول الله وبالنبيين، عنده اعتقاد جد سيء وجد مرذول في الخلفاء عدا الإمام علي، في الصحابة الأجلاء، في مشايخ المسلمين، وفي أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها، في عرض رسول الله، اعتقاد من أسوأ ما يكون. لديه محاضرة استمعت لها، قلت سأستمع، أريد أن أرى كيف يثبت هذا العالم الشيعي أن عائشة في النار. اسمه عائشة في النار، أدخلوا عليه، يمكن تسمعوها 55 دقيقة في اليوتيوب. واستمعت إليها من أولها إلى آخرها، لست لأنني سنية أيها الأخوة، لا والله الذي لا إله إلا هو، كما قلت لكم لا يعنيني على فكرة، لست سنيا في نظرك، لا يعنيني في الحقيقة. إذا أردت تصنيفي، أنا سني شيعي ماركسي رأسمالي ملحد فيلسوف مؤمن ككل مع بعضه، هكذا ستراني، هكذا إذا أردت أن تصنفني من خلال جزئية واحدة تأخذها مني. أنا كل هؤلاء، من الصعب تصنيف الإنسان الحر أيها الأخوة، من يفكر بحرية ويتكلم بحرية، من الصعب أن تصنفه. أسهل تصنيف تصنيف الجمادات، إذا ذهبت تصنف النباتات أصعب التصنيف، ذهبت تصنف الحيوانات مثل ما فعل لينوس السويدي أصعب وأصعب، أما أن تصنف البشر وتتحدث عن ميادين إنسانية واجتماعية وفكرية من أصعب ما يكون، لأن البشر، لأنني، لأنك، لأنك، لأننا، لأنهن، لأننا كبشر أيها الإخوة عوالم برازخ تتقاطع لديها أيها الإخوة معاني الكمال والنقص، معاني التكامل ومعاني الثبات، يعني التغير والتطور أيها الإخوة، المصلحة والمعرفة، الأفكار والرغائب، الأفكار والرغائب، كل هذا يتقاطع في الإنسان. من الصعب جدا، لا أشهد لنفسي، ومن الصعب أن يشهد أحد منصف لنفسه أنه ينطلق دائما بلا تحيزات، مستحيل، صعب جدا. الإنسان هو عالم من الموضوعية والتحيز، مشتبك، شيء صعب جدا جدا جدا. لذلك ما أجمل ما كتب فولتير، على فكرة لا أحرم نفسي ولا أحرمكم الحمد لله ولا أحرم المستمعين، لا أحرم نفسي من أن أتمتع، أتمتع حقيقة وأنتشي نشوة من أعظم ما ينتشى به أيها الإخوة بروائع حكمة العقول العظيمة في الشرق والغرب، حتى وإن كانوا في نظرنا ملاحدة أو غير مؤمنين، لا يعنيني، الحكمة ضالة المؤمن. هؤلاء يحرمون أنفسهم من أن يتمتعوا بروائح حكمة إخوانهم إن خالفوهم بقيد واحد مليمتر فقط، انتهى، شطبوا عليك، انتهى خلاص، لا ينتفع منك بشيء، مش معقول. لا لا لا، أنا انتفع بنيتشه وبماركس وبفوكو وبكل هؤلاء وبمارتن لوثر، ما عنديش مشكلة طبعا. ماذا يقول فولتير؟ يقول فولتير: إذا أردت أن تدرس المسيحية حقا أنصح لك أن تدرسها كأنك تستمع وكأنك ترى وتقرأ لأول مرة. حاول أن تمثل دور من لا يعرف شيئا عن المسيحية، لا بالسراء ولا بالضراء، لا بالخير ولا بالشر، لأول مرة. لماذا؟ لكي تتخفف من أوهاق وسطوة العقل الجمعي ومن أبهاض التقليد والتكرار والتلقين. نحن إخواني، نحن ضحية بمعنى ما كما يقر علماء النفس لانطباعاتنا الأولى. للأسف ينشأ هذا في مجتمع شيعي، خلاص أول انطباع عنده
عن الصحابة فيما يخص الصحابة أنه أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وحفصة وعائشة والعياذ بالله منهم أبالسة في شكل بشري. أول انطباع هكذا يعلم، وأنهم ساهموا في ملحمة أهل البيت وفي مظلمتهم وفي تعذيبهم وفي تهجيرهم وفي 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 وفي. من الصعب جدا على هذا المسكين الشيعي، وهو مسكين أيها الإخوة، والله من الصعب، أنا أقول لكم من الصعب جدا، إذا أردنا أن ننقذه من هذا علينا أن ندمن إعطاء دروس مثل هذه الدروس، دروس لكي لا نخدع، دروس في المنهجية، اختبار المنهجية، اختبار الجدية في معرفة الحقيقة، مسألة صعبة جدا جدا. السن المسكين الآخر، ما احنا مساكين أيضا وعباب الله، السن المسكين الذي نشأ وأول انطباع عنده كل الصحابة ما شاء الله عليهم أحسن ناس، أعظم أمة بعد رسول، ولا واحد بصير زيهم، مش عمر عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس العظيم الصالح الولي، هذا ولا يقارن بالغبار اللي دخل فرأي أنف فرس معاوية. معاوية؟ قال لك معاوية اللي ساوى وساوى وساوى اللي حنعمل عنه حلقات طبعا إن شاء الله، ممكن تأتي في 20 ساعة على الأقل بالأدلة الصحيحة القوية، وبعدين يردوا عن معاوية سوف تفهمون من معاوية. معاوية هذا؟ يقول لك نعم. عجيب يا أخي. طب بسر ابن أبي أرطى رضي الله عنه، الصحابي رضي الله عنه، ذبح الأطفال رضي الله عنه، سبى المسلمات في همدان، مسلمات حرائر مثل أمي وأمك وأختي وأختك، سباهن وباعهن في الأسواق، فكانت تباع الحرة المسلمة على عظم ساقها، كلما كانت ساقها عظيمة بيعت بثمن أزيد وأبهض. قال العلماء والمؤرخون كابن الأثير المؤرخ السني في الكامل: فكن أول مسلمات يجري عليهن السبي في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. شو هذا يا أخي؟